اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كل حته في مصر. النهارده هنعمل عجه فول وبيض وعجه بيض بالخضار. هبتدي الاول اقول لحضراتكم مكونات العجه فول مع البيض. فول، جبنه ميكس، بيض، طماطم، دقيق، شطه وبصل. عجه البيض بالخضار: بيض، كوسه، جزر، فلفل اخضر رومي، بصل ودقيق. هبتدي الاول بالعجه بتاعت الفول والبيض. هستعمل بقى الخلاط علشان ايه؟ هخلي الفول ده يبقى مفروم خالص، وبعدين هخلطه مع البيض والدقيق وكل المكونات وهدخلها الفرن. ادي البصل، ادي الفول، كل حاجه هتبقى في الخلاط. وبعد كده يعني انا مش هساوي حاجه خالص، كلها هتستوي في الفرن، مش هساوي حاجه هنا خالص. هاخد بس نص دي واستعمل النص التاني مع العجه البيض والخضار. هتبل كل حاجه وهظبط كل حاجه هنا. شطه، كمون، ملح، فلفل اسود، وطبعا لو في خضار، خضره يعني، لو في بقدونس، في شبت، في يعني هو البقدونس من الحاجات اللي بتمشي مع كل الطبخات. ايه ده اهو، زيت بقى علشان الخلاط يقدر يشتغل. خلي كل ده على جنب. في بوله تانية بقى هخلط البيض مع الدقيق. اربع بيضات، هي طريقه جديده شويه بس النتيجه بتاعتها ممتازه. مضرب كده، حوالي معلقه دقيق. طبعا في طرق تانية كتير ممكن تستعملوا البيكنج باودر عشان تعلى، بس انا ايه بحب اعمل كل حاجه ابسطها واسهلها علشان ما يبقاش في يعني ما يبقاش في تعقيد في الموضوع، ما يبقاش في انتظار، تبقى كل حاجه كده سريعه. وكل اكله وليها طعمها وكل طريقه تختلف عن التانية. ملح، انا اوريدي حطيت ملح هنا فمش عايز ازود ملح قوي علشان تطلع مظبوطه. لو عايزين تزودوا ملح بعد كده، ولو نزود ملح واحنا بناكل تقدروا حضراتكم تزودوا. طبعا لو فرن لازم نولع الفرن قبل ما نبتدي نشتغل علشان تدخل الحاجه على طول على درجه حراره مظبوطه. فلفل اسود، اخر انا بحط دي بالراحه حبه حبه كده علشان ما يكلكعش. البيض طبعا لازم يبقى بدرجه حراره الاوضه، او يعني هو كده كده البيض هيبقى ني، مش هيسخن، يسخن كل حاجه تسخن مع بعض في الفرن بتاخد لها حوالي 15 دقيقه مثلا على ما ايه تستوي. نضرب بقى الكلام ده كله علشان لما هضرب الفول وهيبقى كله بيست يعني كله معجون، هقدر ان انا اكمل بقيه بالمضرب اقدر اكمل كل حاجه تمتزج مع بعض. ابتدي بالراحه وبعد كده اسرع. لحد لما يبقى معجون خالص، مفيهوش اي حتت، يعني مبقاش فيه اي حتت كبيره ولا اي حاجه، يبقى كله معجون. دلوقتي اقدر ادوق لان ده فول مستوي. شوف، محتاج ملح، محتاج فلفل،
محتاج حاجة خالص. ممكن اخلي دي هنا. بعدين احط كل الكلام ده مع بعضه. نبعد دي كده. طبعا هي طريقة جديدة شوية، بس حضراتكم جربوها هتلاقوا ان النتيجة اكتر من ممتازة. فاضل الجبنة، كمية الجبنة راجعة لحضراتكم. خلي شوية احطها على الوش. بنتكلم في ربع ساعة، يعني 15 دقيقة لتلت ساعة على حسب الكمية. الكمية دي هتقعد حوالي 12 دقيقة 15 دقيقة. وبعدين لازم عشان نعرف نقطعها، ممكن نستنى عليها شوية تبرد، او ممكن يعني عشان لو عايزين تطلعوها بس شكلها مربعات مظبوطة نستنى عليها تبرد، لو عايزين تطلعوها كده على طول هتطلع مش تبقى مشكلة. اي صينيه تخش الفرن، بس هديها شويه زيت كده علشان ما تلزقش. لو في فرشه ممكن ايه الجناب، خلي الزيت يبقى على الجناب كده علشان ما تلزقش. وبعدين واحده واحده كده، هو كده البيض ما بقاش باين فيها خالص، بس ده هيطلع في الطعم في الاخر. خلي بالنا كده ما ينفعش تتاكل لان فيها بيض ني. وبعدين بواقي الجبنه كده بنرفع ايدينا لفوق، واحنا بنحط حاجه زي ملح او زي جبنه بيبقى طريق توزيعها بيبقى اسهل في الصينيه. ده دي مجموعه جبن على بعض، رومي على شيدر على كذا حاجه. زي ما قلت لحضراتكم درجه حراره 180 200، بنتكلم في ربع ساعه، يعني من 10 دقائق لربع ساعه على ما تستوي، لانها لازم البيض اللي موجود جوه ده لازم يستوي. حطها في الفرن، هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم عجه البيض مع الخضار. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، لسه عجة الفول بالبيض موجودة في الفرن. هبتدي بقى في العجة البيض والخضار. هحتاج مبشرة، هبشر الكوسة، هبشر الخيار، هبشر الجزر. طبعا الطريقة اللي انا بعملها دي تمشي بطريقتين، ممكن ان احنا نعمل نسوي الخضار كله دلوقتي على النار، وممكن ان احنا نخلي كل حاجه تخش الفرن. الاسهل ان احنا نسويه على النار نص تسويه كده، نشوحه يعني، وبعد كده ندخلها الفرن مع البيض. ايه دي جزره، على ما ايه اكمل البشر الحاجات دي تكون بدات الطاسه تسخن. جميل. اللي انا هعمله ان انا هسوي الخضار نص تسوية في زيت وبصل، وبعدين هخلط البيض مع الدقيق، وبعد كده هلم كل حاجة مع بعضها في نفس الطاسة وادخل الطاسة زي ما هي كده الفرن. طبعا لازم نستعمل طاسة تبقى بإيد حديد علشان تخش الفرن. نفتكر بقى كويس ان احنا ايه عندنا جزر وعندنا كوسة، ده درجة سواه غير ده، يعني الكوسة بتستوي بسرعة الجزر بياخد وقت، فهيبقى ترتيب حط الحاجات في الطاسة على حسب مين بيستوي قبل مين. تمام، قطع دول كده. الفلفل بياخد وقت اكتر، الفلفل هيبقى اول حاجة. والبصل مش عايز اسويه قوي، عايز يبقى فيه طعم بصل في العجة.
وايه دي؟ نص الطماطمايه اللي من العجه الثانيه. كده انا كده جهزت كل حاجه ما عدا البصله، نص بصله. ممكن الحاجات دي كلها نبتدي نستغنى عنها. دي البصله، لسه دي ما سخنتش. مش هعمل بالترتيب الطبيعي، الترتيب الطبيعي ان احنا بنحط زيت وبنحط بصل وبعد كده بنحط بقيه الخضار، لا لا، انا هعمل، انا عايز الفلفل الاخضر هو اللي يشتغل الاول، هو اللي يبتدي يعني يدبل او ياخد سوى الاول. الزيت عندي هنا اهو، معلقتين محترمين لان عندي كميه خضار كتير. ابص على دي اخبارها ايه، لسه شويه، لسه ما سخنتش. هضرب بقى البيض مع الدقيق عشان كل حاجة تبقى جاهزة على طول، ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه وقت بيضيع. ادي المضرب، انا كده مستني بس الزيت ابتدى، لسه واحدة واحدة، واحنا بنضيف الدقيق علشان ما يكلكعش. انا هتبل كل حاجة هنا، يعني التتبيلة كلها هتبقى هنا اهو، وانا شغال بقى كده الملح، فلفل اسود، الشطة على حسب احنا عايزين قد ايه. على طول اول لما هتسخن، اول لما الزيت يسخن هبتدي احط الخضار واحده واحده او بالترتيب اللي انا عايزه، اللي هو هيبقى فلفل الاول وبعدين الجزر وبعدين البصل وبعدين الطماطم وبعدين الكوسه. لما تيجوا تعملوا وتستعملوا مضرب، لما تعملوا كده هتتعبوا، حاولوا تخلوها ماشي قدام ورا قدام ورا قدام ورا، لو ايدينا وجعتنا نبدل قدام ورا قدام ورا، اريح من ان احنا نقعد نلف كده. انا بس بلف علشان اجيب الحاجات اللي في الحروف. طيب كده بدأ الزيت يشتغل، فلفل، يا دوب انا بس بطري الخضار، انا مش بسويه خالص، يعني بخلي الخضار يطرى. ادي الترتيب اللي قلنا عليه، طبعا لو فضلت حته او حته جت مع حاجه مش هتعمل مشكله، لان كله في الاخر هيستوي مع بعضه. يعني لو انا بشيل كده طلعت حته بصل مش هيبقى فيه مشكله خالص. كده اهو بصل، ادي البصل، هديها سنه ملح برضو عشان ايه، كم الحاجه اللي انا حطيتها ما يبقاش في حاجه ناقصه ملح. طماطم، يعني اقدر احط الكوسه كمان دلوقتي على طول، اي حاجه موجوده على الكاتنج بورد اخدها. قلب بقى الكلام ده كله كده،
بفضل اقلب فيه لحد لما كل الخضار يطرى نص سوا، لان انا هكمل سواه في الفرن. دلوقتي عندي حل من اتنين، يا احط البيض هنا تمام، يا اجيب الحاجه دي واحطها هنا. الاسهل ان انا اخد الحاجه دي احطها هنا علشان اقدر اقلبها كلها مع بعض، لان لو حطيت هنا مش هقدر اقلب براحتي، فالاسهل لي ان انا اخد كل الكلام ده بعد ما حجمه قل كده، لان الخضار لما بيبتدي يتشوح على النار حجمه بيقل. الحاجات اللي تتلاحظ قوي كده زي السبانخ والسلق، الحاجات دي مجرد الكرومب الخاص، الحاجات دي كلها بيبان قوي ان هي حجمها خس اول لما تحط على النار. فانا اسهل لي ان انا احط الكلام ده هنا، وبعدين ارجعه تاني طاسه وادخله الفرن كده اهو، عشان اعرف اقلبه، لان انا لو حطيته في الطاسه دي كده هيبقى صعب تقليبه. اقلب كده كده اسهل لي بقى ان انا اقلب. انا هدخلها زي ما هي الفرن، فهزود بقى زيت علشان ما تلزقش. طبعا يفضل ان احنا نستعمل طاسه ما بتلزقش تفال يعني، تمام كده. اللي انا هعمله بقى هدخل دي الفرن، هطلع الثانيه من الفرن وادخل دي مكانها عشان دي تستوي. على فكره مش لازم طاسه، لو عندكم حاجه بايركس او اي صينيه ما بتلزقش هتعمل نفس اللي احنا عايزينه كده. دي خلاص عجة الفول بالبيض. واروح رايح بدي على الفرن. دي مختلفة بقى، يعني دي وقتها هيبقى اقل كتير من التانية. دي هتاخد ما بين 8 دقايق و10 دقايق على ما تستوي وتبتدي تقب لفوق. طبعا مش هتقب زي الكيك، بس هتقب سنة كويس. نقطع بقى ايه طماطمايه كده الحته النص اللي فاضل ده. ممكن نحط عليه كده شويه، ممكن بقى دلوقتي نحط عليها شوية زيت مثلا، وإيه عشان بس تبقى الألوان متناسقة. أجيب بقى عجة البيض اللي في الفرن. أفتكر كويس قوي إن أي حاجة طاسة بإيد داخلة الفرن وإحنا بنطلعها يبقى معانا فوطة علشان ما نتلسعش. نجيب لها طبق واحدة واحدة بقى نطلعها من الطبق. يعني ايه؟ نفضي كده نوسع حواليها. هزها كده علشان تفك. يلا جميل قوي كده. يعني تأكد انها استوت. اتاكد انها مستويه، شكلها من جوه بيبان. ويبقى النهارده عملت عجه فول بالبيض وعجه بيض بالخضار. الف هنا وشفا، اشوفكم في حلقه جديده. باي باي.